نحن عندنا ثقة تامة بوفد الجمهورية وبالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس. كلمة الأستاذ بشار الجعفري كانت اختصرت كل الحديث اللي كان هو الشعب السوري لازم يحكي. وبالنهاية هلق سيادة سوريا هي أهم شيء، ونحن اللي بيهمنا من المؤتمر أنه على القليل يعني ترتاح الناس. وفد الجمهورية العربية السورية كان ممتاز كتير. خير تمثيل. هدول بيمثلونا، بيمثلوا الشعب السوري، الشعب الحقيقي طبعا. والله يقويهم يعطيهم العافية. ما في مثل الوفد السوري. والله الله يخلي لنا يا بشار الجعفري هذا. نحن كلياتهم بنحبهم والله، مستنيين بخير إن شاء الله. منيح منيح، عظيم منيح، عم يشتغلوا. شغل جبار كمان، شغل قوي، جبارين وشغل قوي قوي يعني.